السلام عليكم ورحمة الله. بيولوجي تانية ثانوي لغات ترم تاني. السؤال ده يا جماعة هنحله ازاي؟ هنبدأ ناخد كل نمبر لوحده. واحد ده مشترك في الاكسكريشن بتاع ايه؟ بتاع الووتر، تمام؟ وايه تاني؟ ها، واحد والنيتروجينس ويستس، تمام؟ نبدأ ناخدهم كلهم كده، هنطلع في الآخر بأورجان 1 و2 و3 و4، كل واحد قدامه الايه؟ ان الويستس اللي بيطلعها او اللي بيعمل لها اكسكريشن، تمام؟ يعني مثلا نمبر 4، نمبر 4 بيشترك فيه بالبويزنس ويستس اهو. في حاجه تاني فيها نمبر 4؟ لا. نمبر 3 بويزنس ويستس، نمبر 3 بويزنس ويستس وسبايسس ونيتروجينس ويستس في الووتر؟ لا، مش في الووتر. وهنبدا نطابق بقى، هنبدا ان ايه نطابق ال1 اللي هو ايه ووتر وويستس، ووتر وايه وويستس. مين اللي والنيتروجينس ويستس، مين الاورجان اللي بيبقى في الووتر والنيتروجينس ويستس؟ تعالى كده نشوف. الليفر؟ لا، تمام. طب السكن؟ ووتر ونيتروجينس ويستس، تمام. طيب يبقى ممكن يبقى السكن، صح، تمام. وممكن يبقى اللنج، وممكن يبقى السكن، تمام. طيب وممكن يبقى اللنج والسكن والايه والكدني. يبقى نمبر 1 ده ممكن يبقى التالت. طيب تعالى النمبر 2، تمام. نمبر 2 يبقى كده الاجابه مع اول واحد ده، الاجابه تحتمل دي وايه وايه، لكن واحد لا يمكن يحتمل الاجابه بي، تمام. واحد لا يمكن ان يحتمل الاجابه بي لان الليفر في الاول، الليفر ما ينفعش نمبر 1. طيب تعالى النمبر 2، ووتر وسبايسز. ووتر وايه وسبايسز؟ الووتر والسبايسز ممكن اللنج وممكن الايه السكن، تمام. يبقى نمبر 2 ممكن اللنج وممكن السكن. طب دي هنا النمبر 2 ايه الليفر؟ لا، يبقى ما ينفعش، يبقى دي ما تنفعش، يبقى استبعدنا بي ودي، تمام. طيب تعالى لل نمبر 3، بويزنس ويستس، تمام، وسبايسز ونيتروجينس ويستس. بويزنس ويستس وسبايسز، يبقى ده كده غالبا 3 ده هو الكدني، هو الايه الكدني. تعالى هنا ده خلاص استبعدناهم، نمبر 3 كدني، لقينا جايب نمبر 2 كدني، يبقى دي ما تنفعش، يبقى ما عنديش الا الاجابه سي. تعالى كده نشوفها سكين. يمشي 1 ينفع سكين اهو، ووتر ونيتروجينس ويستس. لونج يبقى ايه؟ لونج 2 ينفع ووتر، تمام. وسبايسز، السبايسز هنا يا جماعه اللي هي الفولاتايل اويلز، الفولاتايل ماتيريالز اللي موجوده في السبايسز، التوابل، تمام. يبقى و3 كدني، تمام، ادي الكدني نيتروجينس ويستس وبويزنس ماتيريالز، تمام. والليفر اخر حاجه 4 بايزنس ماتيريالز، يبقى كده تمام. والسؤال ده تمام، ونتقابل في السؤال التاني ان شاء الله. وما تروحوش بعيد، اول ما هفضى هنزل لكم واحد تاني.